بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مدرسة تطوير ألكترونية في هذا الدرس للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول من مادة لغة الجميلة موضوع درسنا لهذا اليوم في الوحدة الثانية الصنف اللغوي أنواع الجمع أهداف درسنا لهذا اليوم هو أن يتعرف الطالب على أنواع الجمع الثلاثة وأن يصنف الطالب الجموع إلى أنواعها الثلاثة أقرأ الفقرة التالية والاحظ الكلمات الملونة سنقرأ الآن يا أبنائي فقرة ونشاهد الكلمات الملونة وبعدها نصنفها سويا الى اي من انواع الجموع الثلاثه الموجوده في الاسفل. يؤدي تلوث المياه الى نقص كميات المياه النقيه والعذبه. شاهدوا معي يا ابنائي هذه الكلمه التي باللون الاحمر كميات هل نصنفها من جمع المذكر السالم ام هي من جمع المؤنث السالم ام هي من جمع التكسير، ما رأيكم؟ هل هي مما ينتهي به الجمع المذكر السالم، أو مما ينتهي به جمع المؤنث السالم؟ نشاهد آخر الجمع هنا. كميات، أو هي من جمع التكسير؟ نعم، أحسنتم. كميات إذاً هي من جمع المؤنث السالم. والدليل على ذلك أنها انتهت بماذا؟ بالألف والتاء. نعرف أن جمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتاء. نكمل: يؤدي تلوث الماء إلى نقص كميات المياه النقية والعذبة التي يستخدمها الآدميون في الشرب والنظافة. التي يستخدمها الآدميون في الشرب والنظافة، الآدميون التي كتبت باللون الأحمر، ما رأيكم من أي أنواع الجموع نصنفها؟ نشاهد بما انتهى بهذا الجمع بالواو والنون، ما هو الجمع إذا تتذكرون الذي ينتهي بالواو والنون؟ هل هو جمع التكسير أو جمع المذكر السالم؟ نعم في جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون او الياء والنون اذا الادميون من جمع المذكر السالم. نكمل من ومن اسباب تلوث الماء إلقاء المخلفات في الانهار والبحار. ومن اسباب تلوث الماء إلقاء المخلفات في الانهار والبحار. نشاهد كلمة البحار، البحار، هل هي مما ينتهي به المؤنث السالم في الألف والتاء؟ أو مما ينتهي جمع المذكر السالم بالواو والنون أو الياء والنون؟ بالتأكيد لا، انتهت بالألف والراء، وهي من جمع التكسير الذي ليس له صورة واحدة، جمع التكسير لا يلزم صورة واحدة. فنقول البحار هو من جمع التكسير. وتسبب المياه الملوثه امراضا كثيره وخطيره, وخطيرة للانسان لذا يكثر المصابون بالكوليرا والتوفوئيد في المناطق الملوثه. لدينا هنا كلمه باللون الاحمر ما هي؟ هي المصابون. إذا كلمة المصابون أين نصنفها في هذا الجدول؟ ونشاهد هنا أنها انتهت بالواو والنون نعم أحسنتم في جمع المذكر السالم لأن جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون أو بالياء والنون فنصنفها في جمع المذكر السالم كما أن الحيوانات تتأثر سلبا بالتلوث وكذلك الأشجار والنباتات. كما أن الحيوانات، إذاً الحيوانات نشاهدها هنا باللون الأحمر، ونصنفها في الجدول على أنها جمع مؤنث سالم بالتأكيد لأنها انتهت بماذا؟ بالألف والتاء. إذاً جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون أو بالياء والنون. وجمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتاء. وأما جمع التكسير فهو لا يلزم صورة واحدة، وإنما نعرفه أنه يختلف عن الجمع المؤنث السالم وعن جمع المذكر السالم، لأنها جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون، وجمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتاء. استخرج ما يطلب مني من بين الاقواس واضع تحته خطا استخرج ما يطلب مني من بين الاقواس واضع تحته خط تغطي النباتات سطح الجزيرتين تغطي النباتات سطح الجزيرتين نريد منك جمع مؤنث سالم ما رأيك أيها الطالب النجيب؟ تغطي النباتات سطح الجزيرتين، أين جمع المؤنث السالم مما تعلمناه فيما سبق؟ وبما ينتهي جمع المؤنث السالم؟ نعم أحسنتم، إذا تغطي النباتات انتهت بالألف والتاء فهي جمع مؤنث سالم. إذا النباتات جمع مؤنث سالم، ووضعنا تحتها خط. إذا نشاهد رقم اثنين: يعيش النمر العربي في جبال السروات، يعيش النمر العربي في جبال السروات. أين جمع التكسير هنا؟ يعيش النمر العربي. في جبال السروات جمع تكسير هنا أين هو في هذه الجملة أين الجمع في هذه الجملة والتي والذي لا يك... لا يكون نهايته ألف وتاء وليس واو ونون أو ياء ونون بالتأكيد جبال جبال هنا هي جمع تكسير جبال هي جمع تكسير فنضع تحتها خط يجمع الصيادون طيور القماري في أكياس إذا أين جمع المذكر السالم يطلب منا هنا جمع المذكر السالم نبحث في الجملة أين جمع المذكر السالم هنا وعرفنا فيما سبق أن جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون والياء والنون إذا ما هي الكلمة المناسبة التي تجعل هذا الجمع هو جمع مذكر سالم إذا كلمة الصيادون هي جمع مذكر سالم لأنها انتهت بالواو والنون وأيضا قد ينتهي بالياء والنون فنقول الصيادون دين الصيادين نشاهد رقم أربعة تعيش الجراثيم في كل مكان تعيش الجراثيم في كل مكان أين جمع التكسير هنا؟ تعيش الجراثيم في كل مكان ما رأيكم بالجراثيم؟ هل هي جمع مناسب لأن تكون جمع تكسير؟ نعم هي جمع الجراثيم هي جمع ولم تنتهي بالواو والنون وايضا لم تنتهي بالالف والتاء بما يخص جمع المؤنث السالم فاذا نقول الجراثيم هي جمع تكسير الجراثيم هي جمع تكسير نشاهد هذا التمرين اضع كل جمع مما ياتي في جملة مفيدة. أضع كل جمع مما يأتي في جملة مفيدة. شاهدوا معي هذه الجموع الأشجار، الحيوانات، المصابون والصيادين. إذا لدينا أربع جموع هنا الأشجار والحيوانات والمصابون والصيادين. سنبدأ بالجمع الأول الأشجار ونضعه في جمله الاشجار نضعه في جمله ما رايكم في جمله يكون فيها كلمه الاشجار حاول ان تضع الاشجار في جمله نعم قد اكون اضع مثل هذه الجمله ابلغت عن قاطع الاشجار ابلغت عن قاطع الاشجار إذا الأشجار في جملة الآن هنا، وهي جمع ماذا؟ ما هذا الجمع؟ الأشجار جمع تكسير، نعم، الأشجار هو جمع تكسير. نضع الحيوانات في جملة مما يأتي؟ الحيوانات وهو جمع ماذا؟ الحيوانات جمع مؤنث سالم والدلاله عليه الالف والتاء في اخره المؤنث السالم ينتهي بالالف والتاء ونضعه الان في جمله فنقول شربت الحيوانات من الينبوع شربت الحيوانات من الينبوع نضع المصابون والمصابون هو جمع ماذا هل هو جمع مؤنث سالم بالتأكيد لا لأن جمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتاء وليس جمع تكسير، إذا هو جمع المذكر السالم وهو ينتهي بالواو والنون أو مثل الصيادين هنا بالياء والنون. المصابون نضعها في جملة. ما رأيكم في جملة يكون فيها المصابون؟ نعم مثلا المصابون في حاله جيده المصابون في حاله جيده نضع الصيادين في جمله نضع الصيادين في جمله فنقول هرب هربت الحيوانات من الصيادين هربت الحيوانات من الصيادين اذا الصيادين الان هي في جمله وهي جمع مذكر سالم لدينا الاشجار هنا جمع تكسير والحيوانات جمع مؤنث سالم لانها انتهت بالالف والتاء والمصابون جمع مذكر سالم لانه انتهى بالواو والنون والصيادين جمع مذكر سالم ايضا لانه انتهى بالياء والنون ونعرف ان جمع المذكر السالم ينتهي باحد هذ هذين الحالتين اما الواو والنون أو الياء والنون. نشاهد هذا التقويم. أضع في المكان الخالي جمعا مناسبا مما يلي. المزارعون العمال النفايات المزارعون العمال النفايات ه هذه الجموع سنضعها الآن في هذه الجمل. يهتم فراغ بنظافة المصنع. يهتم فراغ بنظافة المصنع، من الذي يهتم بنظافة المصنع؟ ما هو الجمع المناسب؟ هل هم المزارعون أم العمال، أم النفايات؟ بالتأكيد هم العمال، إذن نقول يهتم العمال بنظافة المصنع، والعمال هو جمع تكسير، العمال هو جمع. تكسير وضعناه في هذه الجملة فنقول يهتم العمال بنظافة المصنع. ينسق فراغ الحدائق، ينسق فراغ الحدائق، من الذي ينسق الحدائق؟ النفايات لا يمكن، إذا المزارعون، فنقول ينسق المزارعون الحدائق، ينسق المزارعون الحدائق. والمزارعون هو جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم. يلقي الإنسان فراغ في البحر، يلقي الإنسان فراغ في البحر، إذا النفايات وهي الكلمة الأخيرة، فنقول يلقي الإنسان النفايات في البحر، وننوه أن هذا الفعل من أفعال الإنسان هي من الأفعال الخاطئة التي يفعلها الانسان ويرمي بها النفايات في البحر فتلوث البيئة. يلقي الانسان النفايات في البحر. النفايات هنا هي جمع ماذا؟ جمع مؤنث سالم لانها انتهت بالالف والتاء. تعلمنا في هذا اليوم يا ابنائي انواع الجموع. ما هي انواع الجموع؟ النوع الاول جمع مذكر سالم والنوع الثاني هو جمع مؤنث سالم، والنوع الثالث هو جمع التكسير. إذا أنواع الجموع جمع مذكر سالم، والنوع الثاني هو جمع مؤنث سالم، والنوع الثالث من أنواع الجمع هو جمع التكسير. وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم، شكراً على حسن انتباهكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته